سارة، انت بشكل عام كيف علاقتك بالمطبخ؟ يعني بشكل المطبخ، مو الطبخ، شكل المطبخ. علاقتي اقوى من الطبيخ نفسه، من الطبيخ يعني نفسه. بالنسبه لي مره مهم انه يكون المطبخ مرتب، كل شيء في مكانه، مثلا اي تحبين ما شاء الله الترتيب، البهارات في مكان، ايوه احب الترتيب في كل شيء، لكن المطبخ بالذات عشان فيه الاكل يتسوى لازم يكون مرتب فعلا. هذا الشيء مشاهدين، طبعا ترتيب المطبخ والطاقه اللي ممكن انه مثلا يجيبها لون المطبخ او طريقه ترتيب الاواني فيه والحاجات، طبعا في طريقه ترتيب بحسب علم الفونغ شوي راح تكلمنا عنها بسمة الجادر، اختصاصيه في علم الفونغ شوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، يا هلا بيكم. خلينا نبدا، ايش علاقه المطبخ بعلم الفونغ شوي؟ اوكي، ولا ايش اهميته؟ اوكي، المطبخ بالفونغ شوي يرمز الى الصحه والثروه. الثروه يعني بركه الطعام، والصحه ببساطه هو المكان اللي احنا نحضر به الطعام، اللي معناها نعتني بانفسنا وافراد اسرتنا، وممكن ايضا مرات نقعد بالمطبخ وناكل ونتغدى نتعشى، وحتى اكثر المرات اذا كان المطبخ كبير نقدر نقعد للدردشه. هو لازم الدردشه تكون في المطبخ، ما اعرف ليش. اصلا انا اعتبر المطبخ كانه سوبر ماركت، ينزار اكثر من السوبر ماركت، رايحين جايين. فلهذا يا ساره، اذا كانت الطاقه بالمطبخ سلبيه معناها الاكل اللي راح ناكله راح يكون غير صحي وفاقد إلى قيمته الغذائية، وهذا بالتالي راح يأثر على شنو؟ راح يأثر على الصحة. فلهذا عندنا المطبخ من العوامل الثلاثة المهمة اللي لازم إحنا نقيمها بالفونغ شوي، اللي هو حكينا عليه ذاك الحلقات السابقة، الباب الرئيسي والمطبخ وبعدين غرف النوم إن شاء الله بإذن الله. طيب في موقع محدد مناسب للمطبخ؟ هاني، أول شيء لازم نتجنب وجود المطبخ في مركز البيت. ليش؟ لأن مركز البيت بالفونغ شوي الكلاسيكي يعني قلب المنزل، وقلب المنزل لازم تكون منطقة طاقتها ين، خفيفة، غير فعالة، هادئة. نفس الشيء مثل قلب الإنسان، شلون نحافظ على سلامته؟ نفس الشيء. فوجود المطبخ بمركز البيت يعني أنه هنا يا ستار أكو حريق في قلب المنزل، وهذا راح يأثر على شنو؟ أنه ساكني العقار ما راح يشعرون بالاستقرار على المدى الطويل، بالإضافة إلى مشاكل بالصحة. فلهذا أفضل مكان للمطبخ أن يكون دائماً على جوانب أو أطراف المنزل، واللي هي هذه إذا منتبهين حالة جداً طبيعية وموجودة، يعني بأي بيت نفوت نشوف أنه المطبخ على الجانب على النهاية، أو مرات ممكن يكون خارج المنزل، وحتى سب الاستوديو إذا نلاحظ أن المطبخ على جانب. صح، اللي سكت حصلك، إيش رأيك بموقع المطبخ؟ لا إحنا قبل يعني بس خلنا أنه في هل هناك موقع يعني؟ هو المواقع يكون على الجانب، بس إذا شمال أو شرق أو غرب هاني هذا الاتجاه، إذا اتجاه يكون شمال أو غرب من العقار، هذه هاني أكو في التقنية نقدر نحدد موقع البيت، الموقع العفو المطبخ المناسب حسب اتجاه البيت، وهاي الحالة نقدر نستفاد منها أكثر شيء إذا كان البيت تحت الإعمار. والله هذا يعني شيء يكون استباقي. طيب بس ما حنا فيها على قولتهم، هذا المطبخ موجود، شلون نسير عليه؟ يلا ونقيم. يا الله، طبعا احنا نقول انه الشيف هلا ما لها علاقة بأي علاقة بالتصميم أو بالديكور، شايف هلا مسؤول عن المذاق فقط. فمن وين تحبين نبتدي؟ أوكي، نبتدي يعني إحنا الحين دخلنا المطبخ. دخلنا، تريدون نبدي هسه أول شيء بالحالات السلبية؟ أنا عادة دائما طبعا شايف هلا، اهلا وسهلا، شرفنا، اهلا فيكي. يا هلا بيش امي. اول شيء طبعا اهم جهاز هاني بالمطبخ هو الطباخ، الموقد. طبعا من اقول طباخ، سواء كان طباخ غازي، كهربائي، سواء كان مايكرويف، سواء كان فرن، اي جهاز طبخ اخر. زين، وافضل نقطه احنا نقدر نستخدمها ان يكون اتجاه الطباخ مناسب لاتجاه الرقم الطاقي للشخص. فمثلا هسه الشيف هلا كم رقم الطاقي؟ يلا اعطيني، حكت معي بلغه كنت مو فاهمه الصبح. حسيت. فبس انا قبل فتره اخذت منك معلومه معينه، قلت على ضوءها اطلع الرقم الطاقي اذا كان الطباخ اللي تستخدمي مناسب لو لا، والحمد لله طلع مناسب. اتجاه الطباخ شمال غرب اللي يناسب اتجاه الرقم الطاقي، والشمال غرب هلا نفس الشيء هو اتجاه الصحه. فيعني لازم الكل يبشر ويفرح انه الاكل اللي قاعدين تاكلوه من ايد الشيف هلا صحي 100%. طيب اماكن الطباخ الخطا؟ اوكي، هسه نجي على الطباخ. احنا قلنا اهم شيء، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، وجود الطباخ في وسط المطبخ حاله
غير مفضلة. يعني هذا مثل حالة مثل هذا راح أقول حالة غير مفضلة علما إنه هذا الديكور كلتنا نحبه ونموت عليه. أي هذه حالة غير مفضلة ليش؟ لأن الطباخ هنا راح يكون عرضة للطاقة من جميع الاتجاهات. فالأكل هنا راح يكون يعني غير صحي. مو طاقة واحدة في تدخلات. كذا طاقة. نعم. فأفضل مكان إنه يكون الطباخ وين؟ في مكان مستقر وهادئ اللي دائما يكون خلفه جدار. واللي هذا همنا في شيء نشوفه كل الشاسع ومشترك بكل المنازل انه الطباخ دائما خلف جدار. شوف هاني انا من درست الفنك شوي انتبهت اكو وايه نقاط وامور احنا نسويها ونطبقها بحياتنا بس ما نعرف شيء وطلعت بس بالاتجاه الصحيح واكو وايه امور نعتمد عليه نسويها كمنطق. فحسيت انه العلم الفنك شوي يعتمد على المنطق هوايه. فاذا وجوده هنا يكون غلط الا اذا في يكون وراء جدار صح. من هيك نحن ما بنرتاح نستعمل اللي بالوسط عاده بنحسه دائما هو بس مثل ما بنسميه البديل او يعني باك اب بلان المساعد زين. في حاله نعم تفضل اوكي في حاله وجود هلا في حاله وجود الطباخ بالقرب من المجله مباشره طبعا هذه حاله همنا غير مفضله. مدى اقول سلبيه غير مفضله ليش؟ لان الطباخ بعلم الفنك شوي وحسب العناصر الخمسه عنصر نار عنصر النار مو لأن يطلع النار، النار بحد ذاتها ما تعتبر حالة سلبية بالعكس إحنا هواي أمور حالات سلبية نعالجها بالنار. لكن أي شيء يصدر منه حرارة نعتبره عنصر نار طباخ، تدفئة، إنارة. فالطباخ عنصر النار ودي تخلين يمه مجلة اللي هو عنصر الماء. المنطق شو يقول لك؟ ابعد النار عن الماء هاي أولاً. والثاني يقول منطق يقول لك إنه الماء راح يطفي النار. صح ولا لا؟ فإذا لازم نحافظ على المسافة بين بين الطباخ وبين المجلة من 30 إلى 60 سنتي متر. يعني اليوم يعني هذا صدت معنا هذا صح. أما إذا في حالة يعني لو تخيلنا مثلا هذا الطباخ بهذه المسافة هيكون عندنا خطأ هذا إذا أقل من 30 أو 60 سنتي متر. يعني مثلا هذا لو نفس الطباخ هذا احنا هون عندنا مترين اي هذا مترين هذا انت يعني الحمد لله صحيح. بس اذا هاني اذا كان الطباخ مثل ما قلت قريب من المجله عندنا حل. طبعا اذا انت ما تقدر تغير الطباخ ولا تقدر تغير المجله الحل انه استخدم عنصر الخشب عنصر حسب العناصر الخمسه. عنصر الخشب شو يرمز لنا بالطبيعه؟ يرمز لنا بالنبات. فالنبات هنا مو النبات العنصر الخشب راح يشتغل كعازل بين النار وخشب ويسوي فت تناسق بين النار والماء. هل النبات اللي انت جبتيه هاي النبته يعني بكل بساطه نشيلها زين نخليها هنا يعني هذه ما تصلح النبته هاي هاي لا هاي زهور هذه شنو النبته هذه بعدين هاي بالمناسبه الزهور هم الذب هذه يعني الذب الذب الوسخ هاي مالتها لا الوسخ ننظف احنا نتكلم عن الطاقه زين ما يهمك نوع النبته ما يهم لا يهم نوع النبته ولا يهم عدد الاوراق اي نبته المهم هو يرمز عنصر الخشب عنصر الخشب اي نبته ليفصل بين الموقد وبين المي بالضبط ويسوي فد تناسق بين الحاله فد بالانس توازن. فاي نوع نبته هاني عدد أوراقها 5 10 20 1 2 ولا يهم ما عندنا أي شيء مقيدين به. زين إحنا خلينا بس ما خلينا نختم على موضوع اللون. زين الحين أنا أشوف كثير من الناس ينوعون بألوان المطبخ ولكن ما أشوف أزرق مثلاً. أزرق تحديداً هذا. صح. هاني ناس هواي تتخوف من اللون الأزرق ليش؟ لأن اللون الأزرق يرمز إلى لون الماء بالعناصر الخمسة. فالناس شو يتوقعون؟ يتوقعون إنه راح يصير تصادم بين اللون وبين طاقة المطبخ. طبعا هذا في شيء هاني ما إلى أي دخل بالفنك شوي. تقدر تسبق المطبخ لون أزرق تستخدم آثاث زرقة تستخدم صحون زرقة لأن أساسا هاني الفنك شوي يعني علم وجد لخدمة ساكني العقار وليس لقمع شخصيتهم وذوقهم. صحيح والله بس ما هذه معلومات جدا مهمة حمستينا يعني يمكن كل ما كبر المطبخ كل ما صعبت الواحد يلحق هاي التفاصيل بس مثل ما قلتي بيرجع على موضوع الراحة النفسية للشخص اللي عم يطبخ. شكرا لك بسمة أهلا وسهلا وإن شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قريبة نتكلم أكثر عن إحنا عندنا غرفة النوم القادم إن شاء الله بإذن الله نحكي على غرف النوم بإذن الله.